أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، خوتي الأعزاء، نقدمكم هذه اللوحة اللي كنت كندي بخارة مع ديك خر ديال المعمل اللي شحال باش هذه واحد السيمانة باش قدمنا الفيديو اللي درناه تما، وكنا كندي بخارة هذه هي تما. قلت أنا غادي نشارك معكم إن ساليها، أنا ساليها شكرا بزاف. ما تنساوناش في الاشتراك واللايك باش تطلع شويه الفيديو. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، شكرا بزاف على المشاركه ديالكم. وغادي نشارك هاد اللوحه كذا، يعني كوزينه، يعني حاجه فيها المواد ديال الكوزينه وداكشي، وانا عزيز عليا نشوف هاد الشيء ديال الكوزينه على حساب الشيء التقليدي ديال المراه العربيه مشكوره من هاد المنبر، كيديروا داك الشيء التقليدي، يعني كيفكرنا في البلاد، كيفكرنا في الوالدين ديالنا، في الجده ديالنا. شكرا بزاف. واحد الشيء يعني اللي كيديروا داك الشيء تقليدي يعني بامتياز، وكيعجبني نشوف داك الشيء، كيفكرني في الوالده الله يرحمها مسكينه. وشكرا بزاف على النساء العربيات اللي كيديروا واحد الشيء يعني فن. هذا الشيء انا ما كنسميه شيء، يعني هذا الشيء ديال اللي كيديروا هاد النساء العربيات، يعني اش انا عملت هاد اللوحه باش نهديها لهاد الناس هادو اللي عندها علاقه بالكوزينه وداك الشيء، فيها جميع المواد ديال الكوزينه. قلت انا يعني في هاد راس السنه يعني هاد الناس هادو مشكورين على الاخر ديالهم، على الشيء اللي كيديروا، يعني المراه العربيه يعني كنقدم واحد الفن، واحد التراث عربي يعني ديال الكوزينه، كيديروا ديك طبخ يعني عربي اصيل تقليدي مهم بزاف. يعني احنا ما بغيناش يتقال، قلنا يعني نشاركوا مع الاخوان ديالنا، الناس اخوان من مصر، من المغرب، انحاء العالم، اندونيسيا، يعني هاد النساء يعني مسلمات عربيات كيقدموا واحد لوحه، يعني هاد الطبخ يعني تقليدي اصيل. احتراماتي، كل احتراماتي لهاد الناس هادو، ما كنسميوش انا كيتسمى طباخه ولا كوز، يعني هاد الناس هادو فنانه، يعني كتنزل لك لوحه على الطابله يعني من جميع داك الشيء بسيط، وكيديروا يخرجوا منه يعني العجب والبنه والشيء لذيذ والشيء واعر. يعني باعتراف النصارى كيمشي للتوه العربيه، كيقول لك الكسكس عربي، يعني كيهضروا عليه في العالم كامل، يعني كيرجع يعني الفضل هاد المرأة العربية العريقة اللي خلت هاد التراث ومكيورثوه، هيدا ما خصناش ينقرض. وشكرا بزاف. وكيعجبني انا هادشي هذا باش كيفكرنا في الوالدة، وفكرنا في البلاد، وفكرنا في التراث ديالنا عربي، يعني المرأة العربية يعني ما كنسميوهاش يعني هذيك يعني كتطبخ في البيوت وديك الشيء، راه كنسموها فنانه، يعني كتفنن في الكسكوت، تفنن في الطواجن، تفنن في النوع ديال التطيب ديال الحوت، ديال الترميله ديال، يعني هاد المراه هادي مشكوره من هاد المنبر، والوالده ديالي على راسهم الوالده والجده، يعني انا كتفكروني بديك الشيء اللي كدير المراه العربيه، يعني مشكوره من هاد المنبر ونحترموها كل احترام. يعني هاد المرأة العربية قدمت يعني طبقات، يعني هما داروا مطاعم هنا في أوروبا، ونصارى يعني كيهضروا على الكسكوت، يهضروا على الطاجين، يهضروا يعني اللي دق يعني هاد الشيء ديال هاد النساء العربيات، يعني مشكورين ونحترمهم كل الاحترام وكل التقدير، يعني على المجهودات اللي كيديروا، ما يخلوش شي ينقرض، يعني هذا فن وشي طبخ، هذا فن عربي اصيل، عربي مسلم، يعني اصيل. هذا الطبخ اللي كيديروا هاد الناس هادو يعني طبخ مهم واصيل، وكان كنسميه فن، ودائما غيبقى يعني نتفرج لهم في القناه ديالهم، نعملوا لايك وندعموا ونعملوا اشتراك، يعني علاش هادشي هذا التراث ديالنا كاملين كعرب ومسلمين، يعني هاد المراه كتشرفنا بهاد الطبخ ديالها وهذا الفن، يعني ماشي هذا ماشي طبخ، هذا فن، يعني باش دير ديك الشيء، ديك الصلصه، ديك الشيء، الطريقه باش كيديروا، يعني راه مستوى كبير وقيمه كبيره. كل احتراماتي للمراه العربيه، والله يدخل هاد السنة عليهم بالصحة والهنا وهادي، وحنا كمسلمين عرب ومسلمين كنحتفلوا بالأعياد، العيد الكبير، العيد الصغير، ورمضان وهادي، الله يدخلهم علينا ووصلنا لهم بخير وعلى خير. ولكن رأس السنة كيحتفلوا بهاد الناس، وحنا غير كنتابعوا معاهم،
كنشكروا يعني جميع الاخوان الاخوات اللي كيعملوا هذا الطبخ عربي اصيل تقليدي بامتياز. شكرا بزاف، ما تنسوناش اللايك واشتراك، يعني الله يديكم واشتراك، يعني كيطلع الفيديو وحنا دائما غنبقاو ندعمكم. وكيعجبنا يعني هذا المحتوى ديال الطبخ عربي، يعني مش يعني راه الطبخ عادة فن، يعني المرأة كدير لوحة من حاجة بسيطة كتكون لك طبقات ماهرة ولا الدالات. يعني هنا باش كان يرجع الشكر الوالدة ديالي الله يرحمها مسكينة، وكتفكرونا في هذا التراث العربي، ما خصناش نقارن، وخصنا ندعموا هذه المرأة اللي كدير الطبخ العربي عن حي العالم. إخوان الأشقاء ديال مصر، ديال الدول العربية، ديال المغرب، ديال الجزائر، يعني مشكورين ونحترموا هذه المرأة اللي مشات دير لك يعني الكعك، اللي كدير لك يعني الحلويات، يعني راح دير لك لوحات جميلة في الكوزينة. وهادشي اللي ما بغيناش ينقرض، وخاصنا ندعمو ونحترمو هاد المرأة العربية. والفضل كيرجع للجدة ديالنا الله يرحمهم ويوسع عليهم بالرحمة، الوالدة الله يرحمها كتفكرونا فهاد. شكرا بزاف، منطوش عليكم، وتحياتي تحياتي اخوان خوتي العزاز، ما تنساوناش باللايك والاشتراك، وشكرا بزاف، والله يدخل عليكم هذا العام بالخير والبركة، ونستناو يجي رمضان وكبير الأعياد ديالنا حنا كعرب ومسلمين. شكرا بزاف، وما نطولش عليكم، أديوس.